السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي إلى درس جديد من قناة GoWithUs. كيفية معالجة أخطاء البيانات، كيف أقوم بفصل الاسم الأول عن الاسم الثاني باستخدام الدوال، هذا ما سيكون عليه محور درسنا لهذا اليوم. مرحبا بكم. لاحظ معي في ورقة العمل الأولى يوجد لدي جدول يحوي على مجموعة من الأسماء. هذه الأسماء تتمثل بالاسم الأول والاسم الثاني. طبعا عندما تكون هذه الأسماء ذات أعداد كبيرة وبفرض أنه حدث خطأ ما أثناء الإدخال أو عندما استلمت الملف وكان هنا الفراغ الموجود الفاصل بين الاسم الأول والاسم الثاني غير موجود كما في ورقة العمل هذه، لاحظ هنا كيف ستستطيع فصل هذه الأسماء عن بعضها البعض؟ لا، حقيقة عندما ستكون الأسماء كبيرة لن تقوم باستخدام عملية الفصل هذه، تقوم بتصفح الأسماء وتقوم بفصل الأسماء بهذا الشكل. هذا سيكون أمرا مجهدا وسيكون يسبب لك مشاكل كبيرة عندما ستكون الأسماء كثيرة جدا. ما سنقوم به هذا اليوم، لاحظ معي عندما أقوم بنسخ هذه الأسماء وأتي إلى ورقة العمل فاينل وأقوم بلصق هذه الأسماء هنا، لاحظ بالنتيجة مباشرة حصلت على الأسماء مفصولة تماما كما هي في النسخة الأصلية. كيف سنقوم بذلك؟ لنبدأ على بركة الله. لاحظ معي في ورقة العمل هنا سوف أقوم بشرح التطبيق ومن ثم نستخدم الدوال مدمجة مع بعضها البعض. لاحظ أنا كتبت هنا الاسم علي منتصر، هذا الاسم طبعا يجب أن يحصل الفصل بين هذا الاسم في هذا المكان تماما، يعني يجب أن يكون على هذا الشكل، لكن الموضوع كان بهذا الشكل، كيف سنقوم بذلك؟ طبعا لاحظ أنا هنا قمت في العمود C بالحصول على الأحرف المنفصلة للاسم بهذا الشكل، ومن ثم في العمود D قمت بتحويل كل حرف إلى حرف كبير، في العمود E قمت بمقارنة الحرف الكبير مع الحرف الصغير، وفي العمود F حصلت على الاسم بهذا الشكل. الآن دعونا نكتب الاسم هنا على سبيل المثال ونقوم بممارسة التطبيق. نكتب الاسم هنا. الآن أريد أن أستخدم التعليمة MID، هذه التعليمة التي ستعطيني حرفا حرفا من السلسلة النصية، فأكتب MID ومن ثم أقوم بتحديد النص وأقوم بالتثبيت function F4 ومن ثم أقول أريد أن أحصل على الحرف الأول، فبهذا الشكل وأقول أريد حرفا واحدا وأضغط على Enter حصلت على هذا الحرف. لاحظ معي عندما أسحب بهذا الشكل وأقوم هنا باستبدال الحرف الأول بالحرف الثاني، لاحظ أنه أحضر لي الحرف L، وهكذا إذا قمت بالاستبدال بالحرف الثالث سأحصل على I، وهكذا إلى أن تنتهي الأحرف. أنا أريد أن يتم هذا الأمر تلقائي، فدعونا نستبدل الرقم هنا بالكتابة هذه التعليمة رو ومن ثم نغلق القوس. إذا كتبت هنا رو فهنا يحضر لي باستخدام التعليمة رو رقم السطر وهو السطر الثاني، فأنا أقول رو ناقص واحد أستطيع أن أحصل على السطر المحدد. لاحظ عندما سأسحب بهذا الشكل أكون حصلت على جميع الأحرف الخاصة بهذا الاسم، إذن علي منتصر. إذن وهذه هي الخطوة الأولى، إذن استخدمنا التعليمة MID مع التعليمة RAW لكي نحصل على أحرف هذا الاسم مجزأة. الأمر الثاني سأستخدم التعليمة UPPER وهي تقوم بعمل الحرف بشكل كبير، وبالتالي إذا قمت الآن باستخدام التعليمة UPPER وعلى هذا الحرف، هذا الحرف هو بشكل كابيتال لتر فلن يتغير، ولكن عندما سأقوم بالسحب ستتغير جميع الأحرف إلى أحرف كبيرة. الآن الاستراتيجية التي سأتبعها هي استخدام التعليمة exact. طبعا التعليمة exact ستقارن نصين مع بعض، لاحظ عندما أقارن هذا النص مع هذا ستعطيني تطابق وتعطيني true، بينما هنا مع هنا ستعطيني عدم تطابق وتعطي false لأن هنا L capital بينما هنا small. تعال نجرب، نكتب exact ونحدد النص الأول ومن ثم النص الثاني وبقوم بالإغلاق،
لاحظ جاءت النتيجة true، وعندما أسحب بهذا الشكل جاءت false مع true. هنا لاحظ true وهو الحرف الكبير الثاني، وهو الذي سيبدأ به الاسم الثاني أو الكنية في الاسم، وهو ما أبحث عنه أنا. إذن بهذا الشكل استطعت أن أحصل على true مرتين، وهي بداية الاسم الأول وبداية الاسم الثاني. باعتبار أن الاسم الأول يبدأ بحرف كبير، أنا أستطيع هنا أن أبدأ التعليم برو بدلا من ناقص واحد أكتب رو، وبالتالي أحصل على الحرف الأول مباشرة أو على الحرف الثاني من الاسم مباشرة، وهنا أكون قد تجنبت وجود الحرف الكبير كابيتال لتر في بداية الجملة، ولن أحصل إلا على ترو واحدة وهي الترو التي تكون بداية الاسم الثاني، وهي التي أحاول البحث عنها. الآن تعالوا نقوم بعمل اختبار بسيط وهو باستخدام تعليمة if. سنقول if، نكتب equal to if، ونقول إذا كانت نتيجة الإكزاكت هنا تساوي إلى true، أي أن الحرف أبر يعني الحرف كبير، فأريدك أن تقوم بإعطاء تعليمة substitute، وهي التعليمة التي تقوم باستبدال النص. سنقول أريدك أن تعطي substitute لهذا النص، ولكن أريدك أن تستبدل النص القديم الذي هو موجود هنا بنص جديد سيكون عبارة عن تجميع بين quotation فراغ مع and النص نفسه، وأضع نقطة فاصلة وأغلق substitute، ومن ثم أضع نقطة فاصلة عند عدم تحقق الشرط، أريد أن تأتي النتيجة فراغ، وأقوم بالإغلاق. طبعا يجب أن أقوم بتثبيت الـ A2 هنا بدلا من هذه، أريد أن أضع الـ A2 وأقوم بتثبيتها، فأقول A2 و function F4 بهذا الشكل وأضع طبعا Enter. الآن لو قمت بالسحب بهذا الشكل لاحظ كيف جاء الاسم علي منتصر مفصولا تماما. إذن بهذه الطريقة استخدمنا التعليمة ميد و أبر، وأيضا التعليمة إكزاكت والتعليمة إف. لو قمنا بالتجربة مرة أخرى كتبنا على سبيل المثال إبراهيم منصور، لاحظ كيف كتبنا الاسم. طبعا لماذا جاءت علي منتصر؟ لأنني أنا استخدمت الـ A2 بكل سهولة. عندما أذهب إلى هنا وأستبدل الـ A2 بالتعليمة أو بهذا الخيار وأقوم بالتثبيت function F4 وبضغط على Enter وأقوم بالتعميم بهذا الشكل، لاحظ كيف جاءت إبراهيم منصور. طبعا هنا أنت تقوم بعمل جدول Ctrl T من أجل تجنب طول الاسم، تغيرات طول الاسم، وتقول موافق. الآن لو أيضا قمنا بتبديل اسم آخر على سبيل المثال جهاد عمران، الآن بالضغط على Enter لاحظ كيف جاء الاسم جهاد عمران بهذا الشكل. طبعا هنا الترو نتيجة الخطأ السابق. الآن لنجرب آخر اسم سمير محمد، ضغط على Enter لاحظ كيف جاء الاسم بهذا الشكل. إذن بهذه الطريقة البسيطة استطعنا الحصول على الاسم مفصولا بكل سهولة. لكن ماذا لو كان لي الجدول فيه كثير من الأسماء وأريد أن أتعامل معه بشكل مباشر؟ طبعا قمنا نحن بالتطبيق بهذا الشكل، قمنا باستخدام تعليمة ميد، ولكن هذه المرة لن نعتمد على سحب الجدول بالكامل، بل استخدمنا التعليمة رو، وافترضنا أن الرو ستتغير من 2 إلى على سبيل المثال 41، ولن يكون الاسم أطول من 41، وبالتالي أنت تستخدم رقما مناسبا لك يعتمد على طول الاسمين الموجودون لديك. فحصلنا هنا على هذا الحرف. لو لاحظت عندما تضغط function F9 هنا نستخدم التعليمات المصفوفية، لاحظ كيف كان الاسم مقسما بهذا الشكل بدلا من الطريقة السابقة التي قسمناها على كامل الجدول كما تلاحظ هنا.
أيضا جئنا هنا استخدمنا التعليمة أبر على نفس التعليمة هذه، وبالتالي حصلنا أيضا بنفس النتيجة على هذه النتيجة، الجميع الأرقام أو الأحرف مكتوبة بشكل كابيتال لتر. هنا استخدمنا أيضا التعليمة exact على هذه بين هذين الحرفين بهذا الشكل، فكانت النتيجة أيضا function f9. لاحظ معي false 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 ومن ثم true عندما يتم التطابق بين الحالة الحرف الكبير وأيضا حرف كبير موجودة في أساس الاسم. ثم استخدمنا التعليمة find، والتعليمة find هنا أعطتني رقم تسلسل الحرف في الاسم الموجود لدي. لاحظ معي هنا يقول أن تسلسل الحرف هو الرقم 4، إذن كما تلاحظ الحرف J الكبير تسلسله 4. بعد ذلك لكي أتخلص من الشكل المصفوف هذا قمت باستخدام التعليمة max على كامل هذا النطاق، وبالتالي أنا لا يوجد لدي سوى رقم واحد فستعطيني الرقم 4. لاحظ هنا عندما أضغط function F9 جاءني الرقم 4 فقط. الآن أستطيع أستخدم التعليمة substitute بكل سهولة على هذا النص، وباستخدام الحرف أريد أن أفصل الحرف الذي ترتيبه 4 أستبدله بحرف فراغ مع حرف ترتيبه 4، وبالتالي لاحظ function F9 جاء الاسم علي غريب، وعندما أكتب أي اسم آخر على سبيل المثال وليد محمد لاحظ كيف يتفاعل البرنامج مع أي اسم تقوم بكتابته، جمال ولا لاحظ أيضا يقوم بالفصل. إذن بهذا الشكل نكون قد حصلنا على هذه الطريقة. سأترك لكم ملف العمل إن شاء الله في الصندوق الوصف، وما عليك إلا أن تقوم بنسخ الأسماء الموجودة لديك في ورقة العمل فاينل لتحصل على الأسماء مفصولة تماما. في حال واجهتكم أي مشاكل لا تترددوا بالاتصال بنا وتركها في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.